السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البارحة يا أحبتي كنت أشاهد مقطعا لمايكل. مايكل عنده قناة على اليوتيوب اسمها في سوس. في سوس يعني هو إبداعي، هذا الشاب يتكلم عن العلم وأشياء يوجدها، وقناته مشهورة جدا ويتابعها الملايين. هذا المقطع شاهده أكثر من 1,000,000 إنسان. يتكلم فيه عن شيء عجيب سبحان الله، يعني أنا أردت أن أحكيه لكم لأنه فعلا لقيته أول مرة بحياتي أسمع بهذا الشيء الذي يسمى قانون زيبف. زيبف على اسم عالم رياضيات أمريكي اسمه جورج زيبف. هذا القانون يطبق يعني خصوصا في اللغات وفي الأبحاث الاجتماعية أيضا. زيبف يعني حتى أضرب لكم مثال، قال مايكل أن كلمة ذا هي أكثر كلمة مستعملة باللغة الإنجليزية، ثم أتى وبحث عن الكلمة التي تليها، الكلمة التي تليها يعني هذيك ذا، لنفرض أنه ذا مثلا ترددها ملايين، مئات الملايين، مئات المليارات، لا أعرف. الكلمة التي تليها مثلا كلمة بي أو أت، لنفرض مثال، فإذا كان الأولى اللي هي ذا مثلا نفرض ترددها في كتاب مثلا 1,000 مرة، فإن الكلمة الثانية ترددها نصف ذلك، يعني هي تأتي رقم 2 ولكن تصبح مثلا 500. الكلمة التي تليها يعني التي الكلمة الثالثة الأكثر شيوعا تجدها نصف 500 يعني 250، والكلمة التي بعدها الرابعة 125، وهكذا. ووجد أن هذا ينطبق في كل اللغات، اللغة كما هو يقول حتى في اللغات القديمة، وينطبق على أشياء كثيرة تتعلق مثلا بكل شيء له تعداد كبير في العلوم، في الرياضيات، في الفلك، في كل شيء. وجد أنه يجد فيه هذا الذي يسميه زيبف لو، يعني قانون زيبف. هو يتساءل يعني لماذا في كل اللغات، يعني هو لا يعرف ولا يفهم، حاول أن يجد تفسيرات كثيرة كما قال العلماء، حاولوا أن يجدوا لماذا ذلك، لماذا يعني في كل اللغات ينطبق هذا، سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو العربية أو غيرها حسب ادعائها وحسب الأبحاث التي قام بها هو وغيره من العلماء، لكنه لا يدري لماذا ذلك. هو عندما كان يتكلم ذلك عدت أنا بذاكرتي إلى سورة البقرة، نحن نبحر في سورة البقرة في مجلس أهل القرآن وحب الرحمن، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني الله سبحانه وتعالى هو من علم الإنسان، هو من علم الإنسان تلك الأشياء، هذه اللغات والكلمات والأسماء، علمه إلى آدم ومشت مع آدم إلى أولاده حتى وصلت إلينا. ولذلك والعلم عند الله قد تكون هي السبب في تفسير قانون زيبف، لكن هذا للناس الذين يؤمنوا بوجود الله سبحانه وتعالى وبتعليمه لآدم. على كل حال يعني بغض النظر، يعني شيء عجيب، ولا زلت أتابع هذا الموضوع وأقرأ المزيد عن زيبف لو أو قانون زيبف وتطبيقاته، لأنه بالفعل شيء عجيب. الشيء الذي ذكره مايكل والذي لا أوافقه عليه، هو يقول مايكل أن الإنسان يمر بحياته بذكريات كثيرة، مثل الآن أنا أجلس هنا في الغابة تحت الصخرة مبلولة، هناك رائحة معينة، هناك ألوان أراها، هو يقول أن هذه تختفي، لكن أنا لا أؤيده بهذه. فكل شيء ذاك، كل شيء الإنسان يتعرض له بكل رائحة ومنظر هو موجود في الذاكرة، والله أعلم، ولكن أحيانا يصعب الوصول إليه، لأنه إن استطعت تحريض المنطقة التي خزنت فيه بعد سنوات طويلة فسوف تعود بك الذاكرة إلى هذه اللحظة بالضبط، يعني بالضبط، وسوف تشعر بنفس المشاعر ونفس الأحاسيس، وترى نفس الألوان، وتشم نفس الروائح، وتحس نفس الإحساسات اللمسية.
يا سبحان الله، تبارك الله وأحسن الخالق. هناك الكثير من الأمور التي نتعلمها. هذا أنا صار عنا 45 سنة وأنا أسمع بحياتي بقانون زيبف، وهذه أول مرة. كل يوم أجد شيء جديد على الإنترنت وأدرك جهلي وتقصيري وعدم علمي. سبحان الله سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم. أسعد الله أوقاتكم، وسوف إن شاء الله أتابع دراساتي لقانون زيبف حتى أفهمه جيدا، ربما أشرح لكم بشكل أفضل مما شرحته الآن.